بحضور قوي تفاعل نساء ورجال بلدية بوتليليس غرب ولاية وهران مع التجمع الذي أشرف على تنظيمه فريق الحملة الانتخابية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تحت تأطير الأعضاء المترشحين وعلى رأسهم الدكتور خوجة إبراهيم الذي ألم بتفاصيل رؤى وتطلعات الاتحاد لخدمة وهران والنهوض بها، وركز على الجانب الاقتصادي وطرق الاستثمار الصحيح، كما تطرق إلى باقي مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية، ودعا للائتلاف حول الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. إخواني من جديد، للائتلاف حول الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وبرنامجه، وذلك بالتصويت على القائمة. ومن ناحية ملف الشباب الذي اعتبره المرشح الثاني للاتحاد الأستاذ مؤذن طاهر على أنه ملف ثقيل وجب على الاتحاد الاهتمام الكبير به في برنامجه الانتخابي، واختتم التجمع بوصلات إنشادية وتكريمات ضيوف ومشاركين في الدورة الرياضية التي أقامها الاتحاد. ومن أجواء التجمع انتقل فريق الحملة مباشرة إلى عمل جواري بالقرب من مقر مداومات مسرقين الذي يعتبره الاتحاد هو أساس الحملة والتقرب أكثر من المجتمع.